اهلا بكم اصحابي واحبابي، اخباركم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. من استراليا تاني رجعنا لكم بفيديو جديد، خليكم معانا ومكان جديد. واخدينكم النهارده على شط من اجمل شواطئ استراليا، يا رب يعجبكم، خليكم معانا. Get to work on time.
do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. We gon' get your act together. I ain't your mama. Lucky to have these curves. Oh yeah, stop getting on my nerves. Oh yeah, yeah, yeah. You still trying to ride this train? Oh yeah, yeah, yeah. Some things have gotta change. Well, yeah, yeah, yeah. We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? I'm too good for that. I'm too good for that. I want you to get up out of your chairs and yell. I ain't your mama. 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 We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? البنات صحيت ركبها في العربية خوها. رجعنا لكم تاني، وصلنا بالسلامة ونزلنا من العربية. ننزل معاكم بقى ونشوف. What do you want? طبعا هنا في استراليا ما فيش حاجة اسمها شط مقفول، شط خاص، شط ممنوع. كل الشواطئ هنا للبابليك وللناس عامة فور فري، وكل الناس لازم، دي طبيعة ودي الحياة هنا، وكل واحد من حقه يستمتع بأي مكان يروحه بأي مكان عايزه. فما الشواطئ كلها فري هنا، الشاطئ بتجنن، أماكن جميلة جدا. برضو اليومين دول هوا شديد جدا، ما فيش ناس كتير على الشط. احنا دايما بنحاول نجيلكوا في اماكن في ايام يكون الدنيا فيها هادية، علشان طبعا ما يبقاش في زحمة ناس هنا على الشط، ونعرف نصور براحتنا. بدون برضو ما نزعج اي حد ولا ناخد اي حد معنا في الكادر بدون علمه، عشان خصوصية كل واحد.